السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون خفيف وقصير، داكور؟ غادي نهضر فيه في واحد المسألة. بزاف ديال الأمهات كيتواصلوا معايا ما كيكونوش عارفين بلي راه عندي المركز في تطوان بحكم اللهجة ديالي. أنا فعلا بنت سلا، تزاديت في سلا وخلاقيت في سلا، ولكن دابا المقر ديال الشغل ديالي في تطوان. دونك فكرت انني نخلي لكم هذا الفيديو باش نعلمكم انني كاينه في تطوان والمركز ديالي كاين في تطوان، داكوغ؟ دونك المركز ديالي عباره على واحد القسم. الا لاحظتوا هذه، لما الا عرفتوا ديالاش، هذه واحد التلميذه كانت كتشرح لينا لي بازالت فولكانيك كيفاش كيوقع داك التوسع ديال قاع المحيطات ديال ليكسبونسيون دي فون اوسيانيك. فوالا تلميذة مشاهدة عندي، واحد التلميذة غزالة. دونك فوالا غادي ندور الكاميرا باش نوريكم القسم فين كاين. ما غاديش نوريكم بالضبط المنطقة، دونك غير غادي نوريكم الإعلان ديالي والقسم كيف عامل. واللي في تطوان وبغى يزيد الساعات الإضافية، دونك أنا كنخدم مع الابتدائي وأولى وثاني إعدادي. دونك بالنسبه للقسم ديالي، عرفتي الفضاء المفضل اللي كنسى فيه مشاكلي واحزاني وهمومي وكنبدع فيه صراحه. هذا القسم زعما فال خير عليا وفاتحه خير بزاف لواحد الدرجه ما كتخيلوهاش. هذه يعني عامه كتكون دائما هذه هي بلاصتي. اون فوا كيكون مثلا شي تيميت جالس هنا كنبقى نتنقل بيناتهم، ما ديوش على اللعبه ديال سلمان. فوالا هذا البيرو ديالي اللي كنحط فيه، الا لاحظتوها هما لي ساغي. شوف تبارك الله دابا غير شهر هادي شحال خدمنا ديال لي ساغي. فوالا عندي حتى لي مانيوال. بالنسبه للورقه ديال الاعلان اللي قلت لكم هي هادي، دونك اللي مهتم وكاين في تطوان يسكرينيها، راه كاين فيها العنوان والنيميرو ديال التليفون. فوالا جبت دي سيري جداد اليوم، انا منلكم شويه ديال السسبنس. لي سيري جدادين هادو وهادو، عطو فوالا. دونك دي سيري لي جدادين اليوم ان شاء الله غادي نخدموا معاهم. فوالا المهم هادشي كامل ان شاء الله غادي نخدم لكم في القناه ولا عليكم. فوالا دونك القسم الباب ديالو على هذا الشكل هذا. فوالا اي فوالا دونك على برا. فوالا دونك قلت لكم هذا هو الاعلان. دونك اللي مهتم يسكريني الرقم، مرحبا بكم في اي وقت. داكوغ؟